الملح. هل فكرت يوما في تاريخ هذه المادة البيضاء؟ اليوم إذا أحسست أن طعامك يحتاج القليل من الملح، بكل سهولة تمد يدك لتجد الملح الوفير بجانبك فتضيف ما شئت منه لتستمتع بطعامك. ولكن هل تعلم أن هذه الإمكانية لم تكن متاحة للجميع قديما، حيث كان الاستمتاع بمذاق الملح محصورا لدى الفئة الغنية من الناس فقط؟ في هذا الفيديو ستتعرف على جزء من تاريخ الملح والعديد من المعلومات التي ربما تسمعها لأول مرة. لكن في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الفيديوهات الممتعة والمفيدة. عرف العالم استعمال الملح لأول مرة في الصين منذ حوالي 2700 سنة قبل الميلاد، وكان الملح في تلك الفترات أساس الاقتصاد العالمي، ويؤدي الصراع حوله إلى نشوب حروب كبيرة، سواء للسيطرة على أماكن استخراجه أو للسيطرة على تجارته. ويمكن اعتبار الملح آنذاك بمثابة البترول اليوم. قبل قرابة 2000 عام كان استخدام الملح محصورا فقط بالحكام، وكان يفرض على التجار الذين يبيعون الملح ضرائب باهظة، كما أن الأشخاص الذين يشترونه يتوجب عليهم دفع الضرائب أيضا. كان وضع الملح على الطاولة من مظاهر الغنى، ففي الإمبراطورية الرومانية مثلا كان الملح الكبير يوضع على المائدة الطعام أمام المضيف أو ضيفه المكرم، وكان من الوقاحة لمس الملح بالأصابع. وقد كان الملح يستعمل كعملة في المعاملات التجارية، ففي اليونان القديمة مثلا كانت تجارة الرقيق تتم بواسطة الملح، ولهذا السبب انتشر مثل لا يستحق ملحه في هذه التجارة، في إشارة إلى أن هذا العبد أو ذاك لا يستحق ثمنه. أما في روما قديما فقد كانت رواتب الجنود تكون أحيانا عبارة عن كميات معينة من الملح، وقد اشتقت اللغة الإنجليزية كلمة سولدا بمعنى جندي من كلمة سالدا الرومانية التي تعني إعطاء الملح، كما يرجع أصل كلمة سولد بمعنى الدفع باللغة الفرنسية إلى الكلمة اللاتينية سال بمعنى ملح. وقد ملح الرومان الخضروات معتقدين أن ذلك يذهب مرارتها الطبيعية، وهذا أصل كلمة سلطة المتداول الآن والذي يعني المملح. ومن بين أشهر الاستعمالات القديمة للملح نجد أن القدماء المصريين أول من حفظوا اللحوم بالملح، منتجين بذلك أول أنواع اللحم المقدد، واستعملوا الملح أيضا في التحنيط الذي اشتهر به قدماء المصريين. و7% فقط من الملح الذي يتم استخراجه يستخدم في الطعام، بينما يستخدم الباقي في صناعة الورق مثلا والصابون والمنظفات وتثبيت ألوان الأقمشة وإذابة الثلوج المتراكمة في الطرقات. إلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومات جديدة ومفيدة. لا تنسى الاشتراك في القناة.